ولسه كلامنا ما خلصش وكلام البنات، ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم كلام البنات. وهنتكلم دلوقتي في فقره او هنتكلم في موضوع مهم جدا، ممكن يكون ده يعني حديث او مجال حديث اي بنت مخطوبه او داخله على جواز. هل توافقي ان انت ترجعي الهدايا بتاعت الخطيب اللي جابها لك والشبكه بعد فسخ الخطوبه؟ في وجهتين نظر، في وجهه نظر بتقول انا مش عايزه منه حاجه وياخد كل اللي هو حاجته ويبعد عني خالص، ولو عايز حاجه تانيه ممكن اديها له يعني ما عنديش مشكله خالص. دي وجهه نظر. وفي وجهه نظر تانيه بتقول لا انا مش هرجع له حاجته علشان يعرف ان بنات الناس مش لعبه في ايديه، كفايه ان هو داخل كده خارج علينا في البيت وفي الاخر راح ايه كمان الخطوبه اتفسخت. طبعا ده موضوع مثير جدا للجدل، وعشان كده احنا فتحناه النهارده في كلام البنات وهنناقشه مع ضيفاتي الاعزاء. يعني في زي ما قلت لكم وجهه نظر مؤيده وجهه نظر معارضه. طبعا مع حبيبه قلبي الاعلاميه داليا ابو عميره، وهي مؤيده لعوده الهدايا والشبكه بعد فسخ الخطوبه. دودو، ازيك يا دودو؟ عامله ايه؟ حبيبتي اخبارك ايه؟ مبسوطه قوي قوي ان انا معاكي في برنامجك. اول مره يبقى في لقاء، اول مره نبقى مع بعض مع اننا اصحاب من زمان. برنامجك طبعا ليه متابعين ومتابعات، انا واحده منهم حبيبتي. فمبسوطه قوي ان انا يعني في البرنامج اللي انا كنت متعوده. منوره الدنيا كلها يا داليا. حبيبتي يا نرمين. وطبعا كمان معانا الاعلاميه حسناء الحسن، وهي مش اول طبعا مره تيجي في استوديو كان عسل ابيض دلوقتي كلام البنات. بس حسناء هي رافضه تماما ان احنا نرجع الهدايا والشبكه بعد فسخ الخطوبه، وعندها وجهه نظر معينه هنعرفها منها. حسناء اهلا بيكي ومنورانا في كلام البنات. ازيك؟ اخبارك ايه؟ منورين بشكل جديد. انت زي القمر وداليا منوره. جدا حبيبتي جدا. مرسي. طبعا قبل ما ابدا كلام معاك وعايزه اقول بقى لكل البنات وكل الستات وكل الرجاله، كلمونا تليفوناتنا قدام حضراتكم على الشاشه، ممكن تكلمونا تشاركونا في الموضوع ده، ترجعي الهدايا ولا ما ترجعيش الهدايا لو لا قدر الله الخطوبه اتفسخت. خليني ابدا بوجهه النظر اللي هو ايه، خد كل حاجتك وانا مش عايزه منك حاجه، مع الاعلاميه داليا ابو عميره. ايه وجهه نظرك يا داليا بقى في ان انت خلاص لا قدر الله يعني بعد شر الخطوبه اتفسخت، خد حاجتك وخد هداياك وخد شبكتك وكل حاجه وسيبني في حالي، ايه الوجهه بقى؟ بصي بقى مش انا اللي هرد. ايوه الست انغام اللي هترد عليك. والله انغام لي اغنيه حلوه جدا اسمها ايه، اكتب لك تعهد. هو ده مضمون الموضوع اللي انت خد حاجتك كلها، خد كل حاجه. وبعدين انا بشوف كمان يعني انا كمان مش بس بنتصر لفكره انه انت يعني ابعد عني وخد كل حاجه، لا هو في حاجه اهم من كده كمان يا نرمين. انا بفكر اكتر في مساله كرامتي واحساسي بنفسي وعزه نفسي، بشوف ان القيم دي اهم بكتير حتى لو جرحك من مثلا فكره الشبكه. يعني حتى مثلا لو عمل موقف ضايقك، حتى لو مثلا خانك، فاللي هو طب فبتحرقي قلبه بقى على الحاجه، طب لا انا هسيبك ومش مش هدخل كمان حاجه. لا بصي انا يعني انا بشوف برضو ان خروجي من حياه حد ده في حد ذاته عقاب على فكره، مش الشبكه. يا سلام. والله لا يا سلام. وبعدين انا ما ينفعش ابقى قافله باب خالص. ما ينفعش ابقى بالبلدي كده راميه طوبه حد واسيب العقده في المنشار يعني بيني وبينه. خلاص في مثل عندنا بلدي بيقول لك ايه، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. بالظبط كده. فما ينفعش ابدا انه انا ابقى قافله صفحه في حياتي وانا مقرره فعلا ان انا اقفلها تماما، يعني واخده القرار ده من جوايا، ويفضل في بواقي بيني وبينه، يعني في بقايا للعلاقه دي تفضل موجوده. يعني انا مش هبقى مبسوطه وانا شايفه حاجته جنبي او انا لا، يعني دي مش حاجه، مش ذكرى حلوه اصلا، مش حاجه لطيفه ان انا افضل بصلها. يعني مش عارفه، بس بشوف انه لا، على فكره طالما انا يعني هقفل الصفحه دي وافتح صفحه جديده يبقى خلاص نضافها بقى ونحاول جديد. طيب دي كانت وجهه النظر اللي بتقول ان لا انا هديله كل حاجته، وجهه النظر بقى الثانيه اللي بتقول لا انا مش هديله حاجه خالص. يمكن قبل ما نطلع هوا كنت بقول لها طب ما يمكن دي بتبقى حاجه اسمها ايه، تمحيك او تلاكيك، ان انا بتلكك ان لا انا خلاص مش هديك حاجتك عشان يبقى فيه كلام. اسمع بقى وجهه النظر من حسناء ان انت بتقولي لا انا مش هرجع له حاجته، ايه الفكره بقى؟ بصي يعني مين احنا عندنا الشبكه دي عرف مش شرع. لما القانون أقر للخاطب إن هو يطالب بالشبكة بتاعته مرة تانية، استند لأن الشبكة دي عبارة عن هبة مشروطة. يعني إيه هبة مشروطة؟ يعني أنا بديك هدية في مقابل إن أنت تتجوزيني، فبما إنك أنت مش هتتجوزيني فالمفروض إن أنت إيه ترجعي لي الشبكة. لكن القانون أغفل نقطة مهمة جدا في العرف، إن هو مش هبة مشروطة في العرف، الشبكة مش هبة مشروطة. أمال الشبكة إيه؟ الشبكة حاجتين، أول حاجة عبارة عن ضمان جدية. ما جيش أنا بقى أروح أدخل بيوت الناس
كل يوم او كل شهر اروح اشوف واحده تعجبني فاروح داخل البيت واتكلم معاها واخرج ومش عارف ايه، وبعد شهر الاقي الدنيا مش نافعه فاروح واخد الشبكه رايح لواحده تانية عامل نفس القصه ونفس القصه. فالمجتمع بيحمي بناته، وان انت ما بتدخلش بيوت الناس غير لما تبقى انت واثق ومتاكد ان هي دي العروسه اللي انت عايزها فعلا. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو تعويض للبنت في حاله عدم اتمام الزواج عن الاضرار اللي بتلحق بيها. بس خليني اقول لك حاجه، هو لو انا مثلا دلوقتي مخطوبه والخطوبه اتفسخت مفيش حاجه هتعوضني؟ لا، ما انا هقول لك على حاجه بقى، معلش البنات عندنا، انا ما تعرضتش للموقف بنفسي، لكن بيجي لي في الجمعيه ناس من الفلاحين ومن الصعيد ومن اسر بتجيلك مشاكل. طيب انا خليني، انا هنحتاجها برضو اعرف ايه نوعيه المشاكل اللي بتيجي وهم بيعملوا ايه. بس خلينا نطلع لفاصل. نطلع لفاصل ونكمل كلامنا بعد الفاصل. ترجعوا الهديه ولا ما ترجعهاش بعد فسخ الخطوبه؟ لكن بعد الفاصل. ولسه مكملين معاك وكلامنا في كلام البنات، وكان سؤالنا قبل الفاصل او كان موضوعنا قبل الفاصل، هل لما تفسخي الخطوبه ترجعي الهديه ولا لا؟ كان في وجهه نظر قالت ارجع، مع طبعا كانت اللي بتؤيد هذه الوجهه الاعلاميه داليا ابو عميره، برحب بيكي مره ثانيه داليا. وكانت في وجهه نظر بتقول لا ما رجعش الحاجات دي علشان نتعلم الادب، مع الاعلاميه حسناء الحسن، برحب بيكي مره ثانيه حسناء. قبل ما نطلع فاصل كنت بتقولي ان انت في الجمعيه ناس بتجيلك ومن القرى ومن المحافظات ومن الارياف وبيبقى عندهم نفس المشاكل، وعايزه اعرف منك ما بيتصرفوا فيها ازاي، بيعملوا ايه؟ بصي، بتجي لنا البنت بعد مثلا شهر شهرين من الخطوبه تقول والله ده انا اكتشفت ان هو مش عارفه بيحشش، اكتشفت ان هو ايده طويله ممكن يمد ايده عليا، اكتشفت ان هو علاقاته النسائيه متعدده. فالبنت ما بتبقاش عايزه تاخد منه الشبكه او تتلكك له عشان خاطر تفسخ الخطوبه وتاخد منه الشبكه، عايزه تربيه من هي لا عايزه تفسخ الخطوبه لانها مش هيعرف يرجعها اذا كان بيعمل معايا كده من دلوقتي. فهيعمل ايه بعد الجواز؟ ده بيبقى وجهه نظر البنت، فانا مش عايزه اتجوزه، لكن انا مش ما كنتش داخله من البدايه عشان اسرقه او اخد منه الشبكه يعني. تمام؟ المشكله ان هو البنت في المجتمعات البسيطه بتبقى عندها اضرار بتلحق بيها نتيجه فسخ الخطوبه. ايه هي الاضرار؟ ان البنت فرصها في الجواز بتقل جدا 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 يا نرمين، واحيانا بتنعدم كمان. ليه؟ لان في يعني اعتقاد شعبي كده عند الشباب ان ماشي معاها بقى وهريها بوس العريس يعني، او ان الـ الـ الشاب ده اهله بيقولوا له طب واحنا ليه، اكيد البنت دي معيوبه عشان كده خطيبها سابها. محدش بيقول ان بس البنت دلوقتي هي اللي الكلام ده، لا ده الكلام يعني ده موجود ده دلوقتي في كل الصعيد، هو لا موجود في الصعيد وفي الفلاحين وفي المناطق الشعبيه ده موجود. البنت فرصها بتقل لدرجه انها بتقعد بالسنين بعد الخطوبه. ما لو اتجوزت هيحصل لها ايه بقى؟ هتروح تموت نفسها؟ يعني اللي فعلا بتتجوز وبتطلق بيبقى عندها صعوبات اكتر، لكن اللي بتتخطب وبتتفسخ بيبقى عندها صعوبات. فده بيبقى اقل تعويض ليها، لان انت اضريت بيها، اولا خدعتها ما قلتلهاش ان انت عندك مشكله. في ناس بتبقى عيانه، في ناس بتبقى بتشرب مخدرات، في ناس، فانت خدعتها من البدايه وخليتها توافق على جوازها منك، وبعد كده اضريت بيها لان محدش هيتجوزها، او ان كان في عريس ممكن يتقدم لها احسن منك بس انت منعت. طيب خلينا انا معلش بعد اذنك يعني عايزه بس اعلق على حاجه حسناء قالتها. في الحاله او في الحالات اللي انت ذكرتيها دي حسناء، الاهل هم هنا اصلا طرف في المشكله، مش العريس مش العريس على فكره هو سبب المشكله، لان المفروض قبل ما يدخل البيت وقبل ما يتفقوا معاه على شبكه وجواز يسالوا ويتحروا عنه، يسالوا عليه ويعرفوه كويس جدا. عايزه اقول لك بيبقوا سالوا وعارفين كل حاجه، وبعدين بيكتشفوا ان ده العريس فهتتجوز فيلا بينا. لا طب ما هم هنا غلطانين على نفس الكلام على العريس يا داليا، ما ده برضه العريس نفسه، العريس نفسه اللي بيقول لك انا فسخت الخطوبه. طب هو انت كان جرجرتك من الشارع سوري يعني، ولا جابتك غصبت عليك عشان تتجوزها؟ ما انت من البدايه عارفها وشفتها وقعدت معاها وسالت عليها وعلى اهلها وكل حاجه. طبعا بيبقى يا جماعه نصيب يعني، هو في الاول والاخر بيبقى نصيب. كده. طيب احنا كنا محتاجين برضو، احنا بندردش مع بعض لكن محتاجين نسمع الراي القانوني. هل لو العريس فسخ الخطوبه او العروسه طبعا الشبكه تبقى من حق مين؟ مع المحاميه رشا صبري والباحثه في قضايا المراه. استاذه رشا مساء الخير. مساء النور، ازيك يا نرمين؟ ازيك عامله ايه؟ الموضوع انا هتكلم فيه بحياديه وببساطه. الشبكه او الخطوبه عامه تعريفها ايه في القانون او في الشرع؟ هي مجرد مقدمه للزواج او وعد بالزواج. خلينا نقول انها مش ركن اساسي اصلا في الجواز، يعني احنا ممكن ناخد بعض كده نطلع على مأذون ويبقى في قبول وايجاب كده احنا اتجوزنا وكده مفيش اي مشكله. بالظبط. فالخطوبه هي مش عنصر اساسي اصلا
في الجواز مش حاجة أساسية، دي راجعة للعرس، وعشان راجعة للعرس بقى دي نقطة مهمة هنتكلم فيها. تعالي نقول الشبكة بقى داخلة إيه؟ داخلة في الهبة. دي حاجة المشرعين اتفقوا إن هي زي الهبة، هبة بيقدمها الخاطب للإنسان اللي هو كوعد بالزواج، ده وعد بينهم بالزواج. لو حصل وهي خلت بحاجه او هي مثلا عاوز تفسخ الخطوبه او بتعمل حاجات من شانها ان هي بتبوظ الجوازه، ومع ذلك عاوز تطلع بالشبكه او تاخد الشبكه، يقوم هنا بقى الخاطب هيرجع عليها بايه؟ بانه عاوز الهبه بتاعته ثانيه برغم رفض الموهوب له اللي هو الخطيبه. بس هيقول لازم يقدم للقاضي عذر مقبول بان الخطيبه دي او الانسانه دي هي اخلت بجديه الزواج او اخلت هو داخل معاها داخل دافع مبلغ كبير من خلال شغل حضرتك بشكل جدي. من خلال شغل حضرتك بتجيلك قضايا بجد ان واحد عايز يرفع قضايا على خطيبته عشان عايز يشتغل؟ عندنا بتاعت شاب خطيبته فعلا هي اللي فسخت الخطوبه ومصممه تطفيش بكل الطرق ومرتبطه بحد ثاني مش قادره ترجع له شبكته. فالولد يا عيني كان تايه معاها جدا مش عارفين نوصل لحاجه. طب سؤال بقى معلش، الفاتوره كانت باسم مين؟ يعني الفاتوره بتاعه الشبكه دايما المتعارف عليها بتبقى باسم البنت. انا بقى اللي انا هقول لك عبء اثبات جديه الشبكه بتبقى لازم يكون الشاب الخاطب ده هو المسؤول عنها. اولا ليه؟ لان الشبكه دي حاجه مش مكتوبه في عقد ودي حتى لو هي جزء من المهر فهو جزء من المهر بشكل عرفي غير مثبوت، عشان بشكل عرفي هو عليه عبء ايه؟ الاثبات. وعبء الاثبات ده مثلا معاه ورقه الفاتوره بتاعت الذهب، معاه شهود ان هو راح خطب والناس دول عملوا كذا كذا. البنت امتى بقى لو اتظلمت؟ عشان ارد على الاستاذه حسناء وارد على الاستاذه داليا، امتى البنت لو اتظلمت تعمل ايه؟ هترجع عليه بالشهود وبالدليل ان هو اللي مش عاوز يتم الجوازه، وان هو العرف بقى عندهم كده. يعني مثلا هي بتقول في المجتمعات الصغيره انا بحترم جدا رايها، بالفعل القاضي بقى بيحط في عين الاعتبار الكلام اللي هي قالته. هي قالت انا بقى القاضي بقى هو ليه التقدير ده مجتمع صغير والعرف عندهم كذا، العرف عندهم ان البنت لو فسخت خطوبتها واتظلمت بتاخد شبكتها. فهنا بقى ده بيرجع لتقدير القاضي والقاضي بيرجع للعرف. طب لو في واحد، عشان الرجاله برضو اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، لو في واحد خاطب واحده بس زي ما انا قلت لك المتعارف عليه دايما الفاتوره بتبقى باسم البنت لان هما بيشتروا الشبكه فالناس بتسال نعمل الفاتوره باسم مين، فالراجل بيحرج له باسمها هي. طب هو دلوقتي ماهوش اي مستند قانوني ان الشبكه دي بتاعته؟ لا، ما فيش شهاده في الشهود. شهود. في ناس بتشهد ان في صور، في حفله الخطوبه اصلا اللي اتصورت، في مليون حاجه. القضاء بتاعنا برضه يا نرمين، انا برضه عشان احنا مهتمين بقضايا المراه هنظلم الرجاله، عشان برضه في بنات بتبقى داخله الخطوبه لعبه عشان تاخد الشبكه. يعني برضه معلش، عشان انا مهتمه بقضايا المراه وبنصر المراه، بس ساعات بيجي لنا الرجاله هي اللي مظلومه فعلا. ده حقيقي. يعني ساعات بتبقى الراجل هو اللي اتعرض للنصب، وساعات بيبقى الراجل هو اللي اتعرض ان هو صيده. مش هيبقى بقى في المجتمعات الصغيره ومش خايفه من الفضيحه ولا من قل والقال، ما انت فاهمه طبعا. انا بتكلم ان زي ما في نماذج محترمه وبتبقى ضحيه، في اكيد في رجاله برضه بيبقوا ضحايا للبنات والسيدات. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه رشا صبري المحاميه والباحثه في قضايا المرأة. بشكرك أستاذة رشا. نزلنا الشارع كاميرا البنات، نزلت الشارع وسألت البنات، وأكيد برضو فيه لا هرجع له، أكيد لا مش هرجع له. تيجوا نشوفها، تعالوا نشوف رأي البنات في ترجيع الشبكة إن هم يرجعوها ولا لا، ونرجع لكم تاني. لو خطيبك فركش معاكي هترجع الهدية ولا لا؟ لا مش هرجعها. ليه؟ عشان هو خلاص الدعاني كانت في فترة خطوبتنا واحنا ساعتها كنا مخطوبين، فبس اللي عندي الدبله ارميها في وشي بس. طبعا لازم ارجعها، اوريدي هو اصلا اكيد هيطلبها يعني. لا طبعا، بس لو هو يعني طلبها اكيد هرجعها، بس النبي قبل هديه فانا اكيد مش هرجعها. لا شايفه انها مش من حقي بقى، لان هو خلاص ما بقاش يعني ليا وانا لي وانا لا وانا لا وانا مش لي. اكيد طبعا ارجعها له، اقل حاجه مش عايزه حاجه تفكرني بيها. حاسه ان هي حقه يعني. احنا كنا في علاقه وباظت، يعني مش معنى ان الاوقات اللي احنا قضيناها مع بعض دي ليها ثمن، اللي هي الهدايا. لا خلاص بقى الموضوع خلص خلاص. عادي لو طلبها ماشي مفيش مشكله. هي كانت من حقها، هو كان جايبها لي بمناسبه ان هو خطيبي، هو بطل يكون خطيبي هخلي الهدايا عندي ليه يعني؟ ياخدها. هو مش ماشي يمشي بكل حاجته، ما يسيبليش حاجه تفكرني بيه. والله تستبند يعني، هو عايزهم هياخدهم. قال لي خليهم لك، اقول له اوكي. لا طبعا من حقي، لانه حق عليه ان هو يجيب لي الهدايا اصلا طالما احنا مخطوبين. عادي يعني.
يعني شفنا راي الناس، وفي ناس قالت ارجع وياخد ومش عايزه من وشه حاجه، وفي ناس قالت لك لا خلاص ما هو الهديه والنبي قبل الهديه وخلاص. الاغلبيه على فكره مع انهم يرجعوا، يعني تقريبا 60% من اللي اتفرجنا عليهم بيقولوا لا انها هترجع. ده مؤشر على فكره، ده مؤشر مهم قوي. ما واحده استسمات اللي بتقول لك مش عايزه من وشه حاجه، خلاص ما هو انا مشيت يعني يمشي بكل حاجته، خلاص مش عايزاه. طالما انا كارهه وبايعه، ده دي وجهه نظري انا، وانا شايفه ان بنات كتير كمان عندهم نفس وجهه النظر. بصي يعني طالما كارهه وبايعه انا مش عارفه. ده حقيقي احيانا، بس انا بصراحه بشوف ان عقاب الراجل فلوس. ما ينفعش ان انا اسيب راجل يفضل داخل وخارج بقى في بيوت الناس ويخطب دي ويخطب دي ويخطب دي وياخد شبكته ويروح يخطب بيها غيرها وهكذا، لا. وبعدين الراجل، الاستاذه كانت بتتكلم في التليفون بتقول ان بيتعرض لنصب. معلش يعني يا استاذه، انت قبل ما تروح البيت مش سالت على البنت وشفتها وعرفت اهلها وعرفت كل حاجه عنها؟ بس في بنات بتتعرض للنصب، يعني القانون بيحمي المغفلين. لا لا، في بنات بيبقوا فعلا طماعين، عندهم حاله طمع ان انا عايزه اخد منه شبكه واخد منه اكبر قدر من الهدايا والمظات وذهب وبتاع، وبعد كده ايه اسيبه بقى واشوف حد. في دول موجودين، يعني انا ما سالتش، ما عرفتش، ما اتكلمتش مع البنت دي، ما قعدتش معاها قبل الجواز، ما سالتش على اهلها، ما سالتش على هو ده برضه حسناء ينطبق برضه بالضروره على ان الراجل يدخل وانت مش سالها عن اخلاقه، ويدخل البيت وانت مش سالها عن اخلاقه ومش عارفه. ما تقوليش يعني احنا متفقين في حاجه دلوقتي، ان احنا السؤال او من الاهل، دور الاهل هنا مهم جدا، ان هم لازم يسالوا ويتحروا. مؤخرا لازم يسالوا ويتحروا، لازم يبقى في وقت كمان كافي ان انا اعرف الشخص اللي قدامي قبل ما ناخد خطوه الخطوبه. يعني رمين، يعني لازم ثقافه الناس، فكره ان احنا وصلت لسن معين انها لازم تتجوز بيضغط على البنت، لازم تتطور، لازم تتغير، بيضغط على البنت. لازم نفضل طول الوقت احنا بنتجوز بس عشان المفروض نتجوز. يعني طول ما احنا وضل راجل ولا ضل حيطه، طول ما احنا بنفكر بالمنطق ده، كل ما المشاكل اللي من نوعيه حسناء بتحكي عنها دلوقتي انه مش عارفه اخلاقه فيها ايه، ايوه بتكتشف إيه بعد كده، ده ما ينفعش. وبعدين نفس النقطه اللي بتتكلم فيها داليا برضو على البنت، يعني بتوافق على انها تتخطب لشخص ما فقط عشان خاطر، او هو نفسه بيوافق على انه يروح يخطب فلانه الفلانيه لان مامته عماله تزن عليه وعمته عماله تقول له مش هنفرح بيك يا فلان وهكذا، فهو بيروح يخطب اي واحده وهو مش متاكد من مشاعره ناحيتها، فبالتالي العمليه بتبوظ وبينفصلوا. ده بيرجع يطلب الشبكه ليه بقى يعني؟ طيب خلونا ناخد برضو بقى في راي ذكوري. معانا استاذ وحيد الكيلاني، امين لجنه الحوار في نقابه الصحفيين. استاذ وحيد اهلا بحضرتك. اهلا نقابه المحامين، عفوا نقابه المحامين، عفوا معلش. اهلا بحضرتك. مسي على حضرتك ومسي على ضيف الكرام، مسي على الساده المشاهدين لبرنامج حضرتك الرائع. انتوا بتثيروا مشكلات كبيره، مشكله الخطبه والشبكه هي مشكله كبيره. طبعا بعتذر انا مش متابع عن طريق التلفزيون معاكم الحلقه من الاول، بس اسمحوا لي في موضوع رد الشبكه، هو في رايين، في راي شرعي وفي راي قانوني. انا مش عارف انتوا بتثيروا المساله من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه القانونيه. لا احنا من الناحيه العرفيه، احنا بنتكلم من الناحيه العرفيه. يعني احنا في معانا وجهتين نظر، معانا اتنين من الاعلاميات المحترمات جدا، استاذه داليا ابو عميره واستاذه حسناء الحسن. في حد بيقول ارجع له شبكته، في حد بيقول لا انا ما ارجعلوش شبكته. طيب تسمحي لي اوضح جزئيه. الوضع في مصر، الوضع في مصر يمكن مختلف شويه عن بعض البلدان العربيه. الوضع في مصر بيحكمه ثلاث خطوات او ثلاث اليات، اما الشرع والدين او العرف او القانون. رأي الشرع والدين في مسألة رد الشبكة أو بعد فسخ الخطبة ده بيرجع لأسباب، هل الشبكة دي قدمت كجزء من المهر؟ هل نعتبرها أن هي جزء من المهر ولا مش من المهر؟ لو هي هدية فلا يجوز الرجوع فيها، أما لو هي جزء من المهر، ده رأي الشرع ورأي الفتوى. وأنا أعتقد أن رأي الشرع خليه لأهل الدين، يعني حد من نرجع لرأي المتخصصين في أمور الدين. خلينا نتكلم من الناحية القانونية. كانت معانا أستاذة رشا بتقول يعني حسب، لازم يبقى معاه فاتوره، لازم يبقى معاه ما يثبت او يبقى فيه شهود على ان هو ان الشبكه دي بعد ما يفسخ الخطوبه يرد شبكته تاني. خلينا نتكلم من الناحيه القانونيه ومن الناحيه العرفيه. القانونيه، القانون المصري اعتبر مساله الشبكه دي جزء من عقود الهبه بين الخاطب وبين خطيبته، تمام، ودي بتحكمها الماده 500 من القانون المدني المصري. بنرجع فيها لايه بقى؟ محكمه النقض قالت ايه في الجزئيه دي؟ قالت الرجوع في الهبه عند فسخ الخطبه لابد ان يقوم لاسباب تبرره. ده حكم المحكمه النقض شهير. هل بمعنى لو الفسخ من ناحيه الشاب او الخاطب من ناحيته هو، يبقى مش من حقه ان هو يطالب برد الشبكه.
اما لو في اسباب لاسترداد هذه الشبكه، ما هي معلش هي الست او البنت هتثبتها ازاي؟ من حقه ان هو يسترد. لا انا كبنت معلش استاذ وحيد يعني ثانيه واحده، ازاي انا كبنت هقدر اثبت ان هو اللي فسخ مش انا اللي فسخت؟ ما دي برضو حاجه هتبقى صعبه. نرجع بقى في مصر ايه اللي بيتم؟ احنا بنعتبر في مصر الشبكه دي بنثبتها بالعرف، والدليل على كده ايه؟ ان احنا احيانا بنكتب الذهب دون ضمن قائمة المنقولات الزوجية. إذا احنا في مصر بنعتبر الشبكة دي كجزء من المهر. طب بما انها جزء من المهر يبقى هي مستحقة عند اتمام الزواج. تمام. في حالة الفسخ ترد للخطب. طيب تنصح البنات الولاد، لأن الولاد هم اللي بيبقوا دايما بيجيبوا الشبكة، تنصحهم بإيه الشباب اللي مقبلين على الزواج؟ والله أنا شايف إن الشباب المقبلين على الزواج يا سيدتي الفاضلة بطلوا يجيبوا شبكة أساساً. إحنا كنا زمان ما نقدرش يعني ما يتمش عملية خطبة إلا بعلبة الذهب وتلف على الأسرة كلها وتلف على في المناطق الشعبية على الجيران كلها. دلوقتي أنا شايف الشباب لا حول ولا قوة، يعني كويس قوي لو جابوا دبلتين ومحبس نظراً للظروف الاقتصادية للبلد. فمنازعات والذهب الصيني مالي الدنيا هو، يعني الذهب الصيني جميل برضه. لحد دلوقتي بنقدم ربع كيلو ذهب ونص كيلو ذهب للعروسة. فدي في الاول وفي الاخر بيحكمها ظروف الاشكاليه اللي ادت لفسخ هذه الخطبه، او مين اللي طلب ان هو يعني هي مثلا لو شافت ان اتقدم لها عرض تاني وشاب تاني ومنصب كويس وهيريحها وطلبت انها تفسخ الخطبه، هل من حقها ان هي تحتفظ بالشبكه اللي هي يعني دفع فيها مبلغ كبير من شاب في مقتبل عمره في بدايه حياته؟ فهي في الاول وفي الاخر بيحكمها عرف وبيحكمها عادات بيحكمها تقاليد بيحكمها موقف، كل حاله بتختلف عن الحاله الاخرى. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ وحيد الكيلاني امين لجنه الحوار في نقابه المحامين. بشكرك استاذ وحيد. داليا ارجع لك، ويمكن كانت حسناء ذكرت حاجه بتقول لك ان في رجاله كتير بيدخلوا البيت ويجيبوا شبكه ويدخلوا يخطبوا عشان هو مش عارف يرتبط بالبنت دي، فيدخل بشكل ايه رسمي شويه، انا هدخل عشان تبقى حيله او حاجه بالظبط، فهندخل ونخرج وبتاع ويمكن انت برضو وافقتيني او انت ممكن توصل للجواز كمان، يعني ممكن يتجوزها عادي جدا وبعد كده يطلقها. طيب في الحاله اللي زي دي ما توافقيش ان هو عشان احرق قلبه او اربيه بمعنى اصح او يتعلم الادب ان انا مش هديله لا هو هيعمل على فكره هيعمل يبقى يتكلف هو هيعمل يبقى عارف ان هو هيدفع ان هو اللي فيه طبع واللي فيه عاده بس طالما كده يبقى معاه الفلوس لا يبقى تمام يبقى تدفع بقى طالما انت بتعمل كده في بنات الناس يبقى عارف ان انت ده ليه مقابل مادي وانا زي ما قلت لك عشان خاطر اعلم عليه او يبقى عارف ان هو في عقاب ما يبقى العقاب ده عن طريق الفلوس. انت ما تلعبش ببنات الناس، لازم طالما دخلت البيت وقدمت شبكه للبنت ما تبقاش قاصد بيها التلاعب او ان انت بس مجرد تخرج وتدخل معاها وتتفسح وبعد شويه تسيبها وتاخد الشبكه نفسها تديها البنت غيرها وهكذا. لا او يجيب شبكه ثانيه عادي جدا او لا يجيب شبكه ثانيه يبقى هو بقى يعني جابه لنفسه. ادفع ما فيش مشكله يا حبيبي ما فيش مشكله. ما هو ده بقى انا بساله داليا، هل يا داليا انت في الموقف اللي زي ده مع برضو ان انا لا ارجع له شبكته وخد حقك على فكره هو موضوع ان انا ارجع له شبكته ده مش اجراء في تساهل مني في حقي او ان انا يعني لا ده اجراء في بيع يعني انا بس كل الفكره انه ما تبقاش منظومه الجواز هي منظومه فيها بيع وشراء يعني لان انا طول الوقت ما بتعاملش الماده يعني بنتعامل مع الجواز طول الوقت على انه بيع وشراء على انه صفقه على انه هتدفع كذا فهتاخد كذا يعني انا كل اللي انا اقصد اقوله ان احنا لازم ثقافتنا في المساله دي مش تتغير لان محدش بيغير ثقافته واحنا مجتمع كبير جدا من يوم وليله تتطور بس نظرتنا للموضوع تتغير حتى مقاييس اختيارنا تتغير يعني بس ده بالنسبه يعني للراجل كمان ما هو ما يبقاش انا بس ما يبقاش بيحكمنا طول الوقت الفلوس والشبكه ما هو بس والله هقول لك على حاجه ده انا بس اللي بغير قناعتي والراجل عنده نفس القناعه ثابته ان لا مفيش مشكله انا خالص اتلاعب بالبيت لا انا خليني اقول لكم على حاجه احنا امبارح كان عندنا تقرير حلو جدا مواصفات عريسك ايه انا كنت فاكره ان انا هسمع حاجات اللي هو لا انا عايزه فلوس وعايزه مش عارفه لا ايه لا 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 عارفه قالوا ايه عارفه بجد البنات طلبت ايه عايزين راجل ده حقيقي بس ايوه عشان راجل ونحط 7000 مليون الف كده خط تحت كلمه راجل وبعد ده طلب البنات وبعد لك تاني بعد لك تاني يا نرمين ان البنت ما بتاخدش شبكه من الولد او من الشاب اللي جاي يتقدم او الاسره ما بتاخدش شبكه من الشاب اللي جاي يتقدم فقط لضمان الجديه يعني انا هتجوز بعد 6 شهور او هتجوز بعد سنه فاحنا عايزين نبقى عارفين ان فعلا انت جاد مش بتتكلم الكلام ده لكل بنت تشوفها فعشان كمان لو تقدم لها حد نقول له لا والله ده فلانه يعني بس هو
كلها شبكه. ضمان ضمان الجديه مش مرهون بالشبكه، ضمان الجديه مرهون ان هو يبقى راجل. بالظبط، هو ده ضمان الجديه الحقيقي على فكره. يعني يعني الشبكه مش هتخليه شخص محترم، مش هتخليه راجل معايا، بس انه يتوجع بالفلوس يعني. بس الاهل ما يبقوش، ما تجيش البنت، ما تجيش البنت تقول لهم، ما تجيش البنت تقول لابوها يا بابايا انت ما خدتش من فلان ده شبكه، انت بعتني رخيص، او ان انت اللي تسهلت معاه من البدايه في حقي فبالتالي هو استرخصني، او عشان كده طلع مش كويس معايا. يعني الاب او الام او الاسره بيضمنوا ان هم عززوا بنتهم. اه يعني مع مقوله اللي هي ايه، اللي بيجي رخيص بيروح رخيص. بالظبط كده، وبيروح سهل. بالظبط. فيعني انت برضو ايه رايك يا دنيا؟ ما هي برضو وجهه نظر. وجهه نظر طبعا، تغير راينا ده. اصل انا جاي اقول لك انا الاهل عايزين مصلحه بنتهم. يعني وجهه نظري لسبب واحد، ان انا لو في الموقف ده انا هرجع له، هرجع له حاجته تماما، حتى لو هو الغلط عنده، لو خاينك، لو غلط غلط فيكي، انا لو خاين هبقى عايز اخلص منه يا نرمين. يعني يعني مش هرجع له حاجته، عقابا ليه يتعلم يتقدم. على فكره مش هبقى عايزه اتقدم معاه، مش هبقى عايزه اي بقايا تربطني بيه. مش يعني انت فاهمه انا قصدي، بتقطعي يعني. هو لو خايني هبقى انا عايزه اقطع الصفحه دي تماما من حياتي وابدا من الاول. مش هقعد بقى جنب حاجته بقى وهقعد اغني على الاطلاق. وبنلاقي خلي بالكوا حاجه، ان بيحصل تضارب بقى في مع الاهل. يعني ممكن اهل مثلا يقول لها ايه، هو لا مش هترجعي حاجتك. لا هو أيوة بقول لك الاهل هم اللي كده. هو الاهل طول الوقت هينتصروا لفكره، على فكره ده في كل الاحوال. الا طبعا لو بنتهم بقى حصل لها ضرر كبير، اهانه كبيره، مشكله كبيره، في الحاله دي هيرموا له حاجته. فاهمه انا قصدي ايه؟ لكن في الطبيعي الاهل هينتصروا لفكره انه أنا لا على فكره احنا لازم نوجعه، لا احنا لازم. انا عايزه اقول لك يا نرمين، لا انا معلش انا عايزه اقول لك بقى ان بيجي لي جمعيه ناس، الولد بيطالب ان خطيبته ترجع له الشبكه، وبيطالب ان اخته ما ترجعش الشبكه لخطيبها. طب يعني يعني هو انت متخيله يعني هو شايف يعني هو مقتنع من وجهه نظره ان فعلا طالما ان انت فسخت الخطوبه من اختي، او اختي فسخت الخطوبه منك لاسباب، فانا مش من حقك ان انا ارجع لك الشبكه. لكن إيه عنده هو بقى عايز يرجع الشبكه. بالظبط زي الام اللي بتبقى عايزه تجوز بنتها اللي اتطلقت قبل كده لواحد مثلا اول مره يتجوز، بس في نفس الوقت مش عايزه ابنها يتجوز واحده متطلقه قبل كده. فاهمه التفاصيل دي؟ خلي بالك دي ثقافه واجهه المجتمع ده حقيقي. دي ثقافه يا جماعه، ثقافتنا. أيوة احنا متربيين على حاجات معينه، دي بدلتنا يعني. الثقافه نغيرها. دي نغيرها، ده دورنا بقى كلنا ان احنا نقعد نغير الفكر. اه يعني شوهت شكل المجتمع، شوهت حتى مقياس الست. يا حسناء انت بتقولي ان هي تبقى غاليه، صحيح، مش بالشبكه برضو، والله مش بالشبكه برضو. مش ده اللي هيخليني على فكره. عشان كده لما بدور، عشان كده لما بدور على حلول بقول لا انت تغالي في الشبكه. يعني ما تقدمش حاجه بقى فعلا غاليه قوي وتلاقي نفسك بقى دفعت اللي وراك واللي قدامك في الشبكه. والله بصي، وممكن الموضوع ما يتمش، ولا هي برضو العروسه تبقى تنازلت تماما عن انها ما خدتش. لا انا بقيت عارفه اشوف، انا بجد بقيت اشوف في الفتره الاخيره. هي انت ممكن دي مش هتعجبك، بس يعني هتعجبني انا وداليا. ان بيحصل يعني دبلتين، وبيبقى بعد كده ساعه الفرح بنعمل بقى الشبكه وخلاص. وبعدين الواحده لو لا قدر الله حصل طلاق، مش هبقى بقى ببكي على شبكه ولا على حبه خشب ولا عارف. خلاص ما هو زي ما بنقول ايه، ده اللي اقصده. البيت اتخرب. ده اللي اقصده. انا بس عايزه اقول حاجه اخيره، بس بمناسبه تغيير الثقافه وكده. الراجل اللي انت بتتجوزيه او بتكملي معاه حياتك او بتكبري معاه او ايا كان، يعني ده اسمه شريك. شريك دي جايه من الشراكه، مش جايه من انها شركه. وبناء عليه كل التفاصيل الماديه بينك وبينه المفروض يبقى طبعا يبقى ليها قيود ملزمه، عشان الراجل طبعا ما يتلعبش. بنشوف ده كل يوم في طبعا طبعا طبعا. انا ما بقولش خالص ان الست تتهون في حقوقها، ما اقدرش اقول كده وما ينفعش اقول كده، بس ما تبالغش في الطلبات. ما تبالغش فيها بالظبط كده. ونسال كويس جدا على اي حد قبل ما ياخد خطوه ان انا اتجوز او اتخطب او كده، لازم ابقى عارفه كويس قوي انا بربط نفسي بيه. انا بشكركم شكرا جزيلا. الاعلاميه داليا ابو عميره بشكرك يا دودو، نورتينا وشرفتينا. الاعلاميه معانا برضو في حبيبتي، ميرسي. طيب احنا لسه طبعا مكملين مع حضراتكم كلام البنات، وكلام البنات ما بيخلصش. فاصل وهنرجع بقى نتكلم مع رانيا موسى عن وصفات طبيعيه وحلوه جدا 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 لحمايه البشره. حضروا ورقه الورقه والقلم وتليفوناتكم، استنونا بعد الفاصل.